سبحان الله، هذه السفن تجري حتى في هذه المياه القليلة والجداول والأنهار. ألا يدل هذا على وجود الله سبحانه وتعالى؟ لو وضعنا قطعة من الحديد كمسمار مثلا في الماء يغرق، وأما هذه السفن تمشي تجري في البحار. وقد ذكرنا الله سبحانه وتعالى بهذا في القرآن حتى نتفكر ونتدبر في هذه البحار التي تمشي فيها البواخر والسفن.